ان شاء الله راكم كامل لاباس، ان شاء الله راكم كامل بخير. الفيديو تاع اليوم هو كيفاش نغيروا المسلك في الطريق السريع، وكيفاش نستعملوا المرايا العاكسه، وهما النقاط العمياء في الطريق السريع. كيفاش على بالكم باللي في الطريق السريع نستعملوا المرايا العاكسه تاعنا بكثره، لي غوتروفيزور تاعنا، على خاطر ما نعرفوش اللي مورانا كيفاش راهم جايين، يعني السرعه اللي راهم جايين بها. مثلا انا هنا حبيت نغير المسلك تاعي، حاجه الاولى انا نشوف النقص شويه بالفرع على جنبها، نهبط الاشاره تاعي، نشوف في المراه العاكسه تاعي اللي على الجهه اليسار، نشوف حتى نشوف اللي راهو جاي يكون بعيد عليا، يكون بعيد عليا بزاف باش نقدر ندخل هنا. دوك هذيك انا ما ماني درت الكلينيونتور ديالي، درت الاشاره تاعي من بصح اللي كان مورايا كان قريب ليا، وكاين دار الاشاره باش يدخل، ما على باش اذا نسى الاشاره تاعو ولا على بها ما حبيتش نخرج انا، نامن الطريق تاعي هنا راهي فارغه نخرج غير بالعقل. هنا نغير المسلك تاعي، كي نشوف روحي في المسلك نطفي الاشاره باش يعرفوا بلي مانيش رايحه للمسلك الثالث. ما كاين والو، نضغط على لومبرياج، نحل جيم لاكسيليغاتور، نضغط على لومبرياج، ندير السرعه الخامسه، نعاود نطلق لومبرياج وناكسيليري في السرعات الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، اطلقوا لومبرياج على مراحل هاك، ما تطلقوش بالزربه وما تقارديوهش كيما السرعه الاولى. هنا الطونك راني في المسلك تاعي، المسلك تاعي ماشي حنغير المسلك تاعي، نقدر نحدد السرعه تاعي بين 80 على حساب البلاكه واش تقول لي. ناكسيليري في المعقول، هنا لو كان هادو ما يبلقوا يعني واحد يكون قبلي وينقص بزاف، ولا كنت تكون عرقله قبلي يكون كاميون ولا تما، لازم انا نغير المسلك ديالي للمسلك الثالث وهو مسلك التجاوز. يعني هنايا يعني احسن واحد مبتدئ يشد المسلك الاول ولا المسلك الثاني، المسلك الثالث هو للتجاوز فقط، ما راهوش كيما حنا نشوفوا هنا في الجزائر يمشيو فيه، هو لا نورمالمون يدوب لي ويعاود يدخل، صح هنايا يمشيو فيه. هنايا انا راني حابه ندخل على اليمين، طلع الاشاره تاعي، نشوف هنا، هنا عندي زاويه ميتاز، نقرب وجهي، نقرب راسي، نقرب النظره ديالي باش نشوف. لازم ندخل، واش لازم ندير؟ الحاجه الاولى نطلع الاشاره تاعي، ماشي هنا نخرج ديريكت، هنا كاين خرجه، وانايا هنايا عندي زاويه ميته في المراه العاكسه، لازم نقرب راسي باش نقدر نشوف، نقرب النظره تاعي باش نقدر نشوف، نقرب وجهي للامام باش نقدر نشوف هذيك الزاويه الميته تاع المراه العاكسه. ثم يقدر واحد يكون بجنبي ما نشوفوش، على هذيك لازم نقربوا روحنا باش نشوفوا. الغوتروفيزور في هذو الاماكن كاين نقاط عمياء نسموهم الزوايا الميته ولا ابعاد العمياء ولا الزوايا العمياء، هنا تما ما نقدروش نشوفوا كي يكون واحد بجنبنا، خاصه في هذو لي بروتات تاع لوتوغوت. كيما دوكاتك انا هنايا يعني نطفي اشاره تاعي، راني شفت هادوما، راني حابه اشوف السياره تاعي ثقالت، ندير السرعه الرابعه، نهبط الاشاره تاعي باش نروح منها، نقرب راسي نشوف كاين واحد بجنبي ما نخرج، نزيد نقرب راسي نشوف بلي لا هي بعيد عليا، ونبدل المسلك تاعي، ما نقعدش في اليمين باش ما نروحش على اليمين ديالي، على خاطر كاين مدخل على اليمين. دائما نقول لكم بلي كيما دوكاتيك هذا اللي راهو خارج، لازم هما ما يخرجوش ديريكت المسلك تاعي، انا في المسلك تاعي، لكن هما انا ننتبه نقص شويه فرا هو حتى يشوف الزاويه، يشوفني دوك انا نجي في الزاويه الميته، يقدر يخرج فيا، مي انا ناخذ حذري نقص في الفرا حتى يخرج هو ونخرج، واذا كان هو نقص نكمل المسلك تاعي. ما كاين والو، نضغط على لومبرياج ندير السرعه الرابعه، اذا شفتوا تما وين عندي خدمه بلي غوتروفيزور وين يشوفوا نقصت السرعه الرابعه، يمانطون ما كانش كان شويه مرتفع يروح للريجيم تاع السياره ديالي. على بها في الفيديوهات كامل نقول لكم بلي دائما تخوضوا الطريق السريع اللي تعرفوها شويه باش تقدروا تلتزموا المسلك اللي راكم حابينه. انا داخله على اليمين، نطلع الاشاره تاعي، نرفع الرجيم لاكسيليغاتور، تنقص السياره، ندير السرعه الرابعه، نزيد نعاود نرجع ناكسيليري،
نرفع رجيم الاكسليراتور هنا لازم نتوشي شويه الفران، نضغط على لومبرياج ندير السرعه التالتة. راني ماشيه هنا بسرعه التالتة، كاين لي صوتي من السرعه الخامسه يدير بوامور للسرعه التالتة، هذيك تانيك صحيحه لكن واحد مبتدئ ما يديرهاش. حتوما هبطوا بالدرجه، درجه وحده ما تصوتوش زوج درجات. نكملوا ناكسيليري وما كاين والو، نضغط على يعني قصدي كاين قدامي، نرفع رجيم الاكسيليراتور نضغط على لومبرياج نرجعها السرعه الثانيه، نخلي هذا ايكاري نشوف هذا ولاصق فيا ما نقدرش نجبد ديريكت. نكمل هنا بالسرعه الثانيه هكذا، نرجع للمسلك ديالي ونكملوا الطريق ديالنا. نقولكم ان شاء الله في الفيديو هذا فهمتكم، ونتلاقى في الفيديو